معنا هاتفيا مشاهدينا الكرام من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا سيد ضياء الشمري، مرحبا بك. إذا دائرة هجرة أربيل ذكرت أن نزوح 88 عائلة موصلية للمحافظة بسبب انعدام الخدمات والأعمار. ما الذي يمنع إعمار الموصل أستاذ ضياء بعدما يقارب العامين على انتهاء هذه الأعمال العسكرية والحرب؟ في البداية تحياتي للجميع. حقيقة العمليات اللي انتهت قبل سنتين في الموصل ولحد هذه اللحظة النازحين ولم يعني في الموصل لحد الآن البنية التحتية في الموصل مدمرة تدميرا كاملا، والحكومة العراقية لم تبدأ نشاطات في إعادة إعمار البنية التحتية في العراق أو في الموصل بالتحديد. هذه العملية أنا توقعاتي هي العملية مبرمجة والعملية مستهدفة، يستهدفون أبناء الموصل بعدم العودة إلى مناطقهم. السبب الوحيد لأنه هذه التهجير القسري الذي يحدث في الموصل هو تهجير متعمد ومتقصد من قبل الحكومة العراقية والميليشيات. هذا التقصير حتى يحدث خلل في المجتمع المصلاوي وتنزح أوائل من مناطق أخرى من العراق لإملاء الفراغ في الموصل. إذن هي عملية تهجير قسري بملء فراغ آخر للعوائل المصلاوية الذي نزحت من المناطق بسبب الحالة الذي يعيش بها الشعب الموصلي في الوقت الحاضر. هذه العملية مبرمجة، والميليشيات احنا قاعد نشوف الصور ونشوف بالانترنت وكل ما يحدث في الموصل هي حقيقة اعمال ابتزازية لابناء الموصل، وهذه العملية موجهة انا اتوقع من قبل ايران، وايران هي لها الضلع الاكبر بما يحدث في المناطق الشمالية في العراق. إذن أستاذ ضياء، أين تذهب الأموال المخصصة لإعادة إعمار المدن المدمرة ومنها الموصل؟ والله هذه الأموال يعني احنا نعرف كلهم سراق بجيوب الحكومة العراقية والميليشيات. الميليشيات هي الموجودة المسلحة، هي تأمر وتنهي، وهي الميليشيات أقوى من السلطة، أقوى من الحكومة، أقوى من المحافظة. هذا اللي قاعد يحدث في الموصل، انه سرقة اموال ابناء الموصل لبناء الموصل هم الميليشيات والحكومة العراقية، تقاسموا هذه الكعكة مثل ما يقولون. حقيقة ما يحدث في الموصل هي تملأ يعني بكل ما يحدث في هذه المدينة هو تدمير لأبناء الموصل وتدمير الحالة الاجتماعية في الموصل. نعم. إذن كيف يمكن أن تثق المنظمات الدولية والدول الداعمة للأعمار في العراق في حكومة تنفق أموالها في غير الغرض المخصص لها؟ أخي أنا حاضر هنا في إحدى المؤتمرات اللي حضرت فيها بالاتحاد الأوروبي على بناء المناطق المحررة من داعش في حينها من كانت قبل سنتين، وتبرعت الاتحاد الأوروبي بعشرة مليارات دولار لإعمار هذه المناطق، وصارت محادثات وصارت مناقشات بينهم وبين الحكومة العراقية. ولحد هذه اللحظة الدول الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي لم ينفذ هذه المشاريع لأنه لم يعلم أين تذهب هذه الأموال، ولهذا السبب توقفت الدول المانحة للمساعدات ما عدا الدول الأخرى اللي احنا نعرفها لها مصالح تسرق هذه الاموال. هذه الاموال الذي تبني لبناء الموصل او لبناء المناطق الشماليه المحرره من العراق لا تذهب الى الحكومه العراقيه، لا تذهب لاعمار المستشفيات او المدارس او الشوارع او الابنيه، تذهب الى جيوب السياسيين المتحكمين. المتحكمين في العراق هم السارقين، هم السارقين الاصليين، والميليشيات هي التي تتحكم في العراق. لمن تذهب هذه الأموال؟ لذلك تذهب هذه الأموال للأحزاب الدينية والمراجع وكل الجهات الأخرى، وليست إلى الشعب العراقي. من أجل ذلك منظمة الهجرة الدولية ذكرت أن 61% من نازحي العراق ضمن ما صنفتهم بالنزوح المطول أو طويل الأمد. هل باتت إذن عدم الثقة في الحكومة ببغداد هي الأساس في تعامل المنظمات الدولية مع هذه الحكومة؟
نعم، لأنه أكثر الأموال الذي منحت مع الأسف حتى المناطق الشمالية، حتى كردستان منحوا كثيرا من الأموال، منحت إلى دولة إلى السلطة في كردستان ولم توصل إلى اللاجئين. اللاجئين لحد الآن العايشين في المخيمات في المناطق الشمالية، أخذتها أيضا الأحزاب المتنفذة في هذه المناطق والسياسيين المتنفذين في هذه المناطق. لم تصل المساعدات إلى الناس المحتاجين فعلا المحتاجين في هذه المناطق. تصل المساعدات تتقاسم بها الأحزاب السياسية التي تحكم العراق من 2003 ولحد هذه اللحظة، والشعب العراقي حقيقة يرى الأرقام ولكن لا يرى أي مساعدة تصل لهذا الشعب. يرى الأرقام الذي تعد مليارات وزعت أو دفعت للحكومة العراقية، بس النتائج مالتها صفر على الساحة، لا بناء مدرسة ولا بناء مستشفى ولا طريق ولا شارع ولا القضاء على البطالة لحد هذه اللحظة. الذي يحدث في العراق في الوقت الحاضر هو تدمير الشعب العراقي بمرء ومسمع الدول الكبرى من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا هي المنتفعة بها بالدرجة الأولى هي إيران حقيقة، لأن إيران دمرت العراق والإيران مسيطر على العراق سيطرة تامة من شماله إلى جنوبه. شكرا جزيلا لك من فيينا، من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا سيد ضياء الشمري.